اختبر سلاح الجو الأمريكي صاروخا عابرا للقارات تفوق سرعته 6 مرات سرعة الصوت، أي أكثر من 7000 كيلومتر في الساعة. أطلق الصاروخ من على قاذفة B-52 أقلعت من قاعدة أدواردز في كاليفورنيا. من جهة أخرى، وصل نحو 100 جندي أمريكي إلى بولندا مع الدفعة الأولى لصواريخ أرض جو الأمريكية من نوع باتريوت التي ستنشر في مدينة موراج. تبعد المدينة نحو 70 كيلومترا فقط عن الحدود مع روسيا التي انتقدت عملية النشر.